كان عام 2021 زاخرا بنشاطات غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وكان أبرزها زيارته الرعوية والهامة إلى غزة والاستقبال الحار له من قبل الرعية لحظة وصوله عند حاجز بيت حانون، وزيارات غبطته التفقدية لأحوال المسيحيين في القطاع. تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة في التقرير التالي. مع بشائر الفرح التي تحملها أجواء عيد الميلاد المجيد، استقبلت رعية اللاتين عند حاجز إيرز بيت حانون في 17 من كانون الأول البطريرك بير باتيستا باتسابالا في زيارته الرعوية لغزة. زيارة غزة هي هامة في كل عام، وهي هامة هذا العام أيضا، أولا وقبل كل شيء لتعزيز جميع برامج البطريركية اللاتينية، ولنظهر ونؤكد لمجتمعنا ونثبت أن ما نقوم به ليس مجرد حل مؤقت أو برنامج مؤقت، ولكنه التزام مفتوح أيضا للمستقبل. من حارة لأخرى ومن منزل لآخر تجلت المحبة الأبوية للبطريرك باتسابالا من خلال زيارته لأبناء الرعية كبارا وصغارا، شيوخا ومرضى، واطلاعه عن كثب على أوضاعهم المعيشية. أجمل لحظة في الزيارة هي بالطبع الزيارة للعائلات، فهي مؤثرة للغاية، خاصة عند وصولك إلى أسر فقيرة وعائلات تعاني من مشاكل. هذه زيارات هامة جدا بالنسبة لي، وهذا يمنحني القوة عندما أرى هؤلاء الناس في هذا الوضع وهم أقوياء أيضا وموحدون، وهذا يمنحني أيضا القوة في خدمة للجماعة الكاثوليكية للبطريركية اللاتينية. وشملت زيارة البطريرك باتسابالا بعض المؤسسات المسيحية الفاعلة في القطاع، فأسرت قلبه واستحوذت على وجدانه، ومن بينها بيت أخوات مرسلات المحبة راهبات الأم تريزا، وما يقومن به من جهود في خدمة الإنسانية جمعاء. وهي المؤسسات ما بتخدم فقط المسيحيين، بالعكس هي بتخدم كل المجتمع الفلسطيني وخصوصا المجتمع الغزاوي، بغض النظر عن دينه، عن عرقه، عن شو هي معتقداته. فلهيك احنا اليوم متواجدين لحتى نتعايش مع اخواتنا المسيحيين، وكل عام وانتم بخير، وبتمنى لكم سنة سعيدة عليكم. تفانيهم رائع، ومن خلال أعمالهم الخيرية ومن خلال حبهم نرى مدى حب المجتمع الإسلامي لهذه المؤسسات ودعمها، وكيف تكون هذه المؤسسات طريقة ملموسة للغاية، حيث يرى الجميع ماذا يعني أن تكون مسيحياً. الكنيسة الكاثوليكية الدار اللاتين، إحنا 134 نفر، إحنا عنا 3 مدارس، في مدرسة الوردية ومدارس البطريركية الدار اللاتين والعائلة المقدسة، في المركز لتدريب للشباب لتانشيا القديس توما داكويني، أن المستشفيات والمراكز المسيحية والعيادات ولا سيما كاريتاس، في البيت للأطفال والمسنين اللي باحتياجات الخاصة لرهبات مادر تيريزا، في مبادرة لأطفال الفراشة في كل القطاع غزة. وقدم أطفال الرعية عرضا مسرحيا يروي قصة الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة، تلتها إضاءة شجرة العيد. ضلها فرحتنا ناقصة، لأنه إلا إلنا أهالي برا وإخوة وخوات في الضفة، وبنفس الوقت مش قادرين نطلع نعيد معهم، فبس العيد هي في العيلة في الكنيسة، لأنه هي كنيستنا بتحسسنا بالعيد وبأجواء العيد. حتى كمان إحنا بنشوف العيد بفرحة أولادنا، إنه بيجوا بيشاركوا بنشاطات وبأشياء بتفرحهم، فهو العيد بالنسبة فرحة أولادنا، إحنا مجرد ما شفنا أولادنا مبسوطين هو هذا العيد لإلنا. بدأنا مناقشات مع السلطات من أجل السماح لأفراد الطوائف المسيحية بالوصول على الأقل إلى الضفة الغربية. آمل أن نتمكن من الحصول على حل ملموس لهذا الأمر، فأنا أكثر إيجابية من الماضي بهذا الشأن. واختتم غبطته زيارته الرعوية إلى غزة بقداس احتفالي قام خلاله بتعميد إحدى بنات الرعية، في مشهد يعبر عن رعاية البطريركية ومتابعتها عن كثب لشؤون الرعية اللاتينية في غزة.